السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على البيم موشن. البيم موشن انت ممكن تيجي من هنا وتختار البيم موشن وتبدأ تقول له كليك ستارت ويبدأ يسجل لك البيم موشن، بحيث ان هتخرج لك ملف تقدر تشوف الموديل بالشكل دوت وتقدر تتعامل معاه. تمام. طيب بيبقى يعني تقدر تتحرك من خلال الماوس والأسهم عليه. ممكن برضو اجي هنا واقول له انا عايز اخرج بالموشن، دخلني في المود بتاع البيموشن. طيب ممكن اجي من هنا اختار الوقت. تمام. اجي من هنا اختار الشهر اللي انا عايزه بالشكل دوت وابدا اشوف انا عايز الجو مثلا ممطر شوية. طبعا موضوع المطرة في البيموشن ده حاجة اسطورية، يعني تحس فعلا بالواقعية الجامدة جدا في الموضوع ده. أول ما تحب ممكن تاخد الصورة اللي أنت عايزها، تسجل الصورة اللي أنت عايزها. طيب ممكن تيجي هنا تقول له ديفولت أو ستارت بوينت، تبدأ لك من اللقطة الأولية خالص أنت بدأت. ممكن تيجي هنا وتقول له أنا عايز كأن أنا بتمشى أهوت. تمام. فبتحس بالصوت. في جاذبية يعني تطلع مع الحاجة وتنزل مع الحاجة. ولو في أي حائط بتقف عند الحائط ده، كأن في لعبة مثلا أو محرك العادي. لاحظ في نزول للسلم، وهتلاقي هنا الاعدادات المود، هل فول سكرين زي كده ولا عايز تخش في اب ويندو، الكواليتي، اللغه اللي انت عايز تشتغل عليها، الوحده قياس الوقت قد ايه، وهكذا. الكاميرا ممكن تخلي البؤره بتاعتها اكبر او اصغر، السرعه بتاعتك، الفي ار. طبعا لو انت عندك الفي ار هتبقى مفعله معاك وتقدر تشتغل بيها وتبقى شايف المشهد هيبقى موجود ازاي.